خلينا برضو نستكمل مع حضراتكم الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بالاهلي. كشف عن البروتوكول الطبي الخاص برحله النيجر، وهو قال ان الاهلي ملتزم بالبروتوكول الخاص بالسفر ده طبعا قبل خوض المباريات الرسميه، ده الى حين برضو وجود اي مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الافريقي لكره القدم. اضاف كمان ابو عبله ان الاهلي مفروض هيجري مسحه طبيه قبل السفر للنيجر، ده برضو وفقا للبروتوكول الطبي، لغايه بقى او لحين صدور اي تعليمات جديده في هذا الملف، خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الكلم الفني والإداري لقاح كورونا. يمكن عرضنا احنا كمان في البرنامج صور ده فيما يتعلق بقى بتطورات إصابة كمان محمود متولي. خليني أقول لحضراتكم الدكتور أحمد أبو عبلة قال إن هو اللاعب كان اشتكى من ألام في أوتار الركبة، وحالته مفروض في تحسن مستمر، ومن المنتظر مفروض إن هو كمان يعود للمشاركة في مران الأهلي عقب مباراة الحرس الوطني، فبنتمنى له أكيد الشفاء. وإحنا مش تعبنا من كتر ما بنسمع عن اصابات، يعني نفسي بقى ايه نعدي كده كام ماتش يعني او بطوله من غير اصابات، نتمنى ذلك. الفتره اللي فاتت كانت مليئه بالاصابات، سواء بنتكلم عن اصابات كورونا او حتى اصابات ملاعب، يعني فان شاء الله خير الفتره اللي جايه. الفتره اللي فاتت كانت مليانه ايش اصابات وايش كورونات وايش اجهاد وايش ضغط مباريات وايش فار وايش، فاكره الموسم كان يعني صحيح. غير عادي صحيح.